السد ثابت بطريق السيارة شرق غرب بإقليم بلدية وادرهيو، لفت انتباههم سيارة سياحية تبدو على ملامح سائقها مظاهر الارتباك والخوف. بعد توقيفه ومراقبة الوثائق الإدارية للمركبة وتفتيشها تفتيشا دقيقا باستعمال الثنائي السيني التقني، تم العثور تحت بساط الأرجل بالجهة الأمامية للمركبة على أكثر من 3 كيلوغرام من المخدرات صلبة من المحتمل أن تكون كوكايين، و20 كيلوغرام من الكيف المعالج. على إثرها تم توقيف المعني واقتياده رفقة المحجوزات إلى مقر فصيلة الأبحاث لمواصلة التحقيق. بعد استعمال الكشف السريع للكوكايين والكراك وإرسال عينة إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي، كانت النتيجة إيجابية. بعد التعمق في التحقيق واستيفاء جميع الإجراءات القانونية وتمديد الاختصاص إلى عدة ولايات من الوطن، مكنت العملية من تفكيك شبكة دولية مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة يمتد نشاطها عبر كامل ولايات الوطن. أسفرت العملية عن حجز 3 كيلوغرام من المخدرات الصلبة كوكايين، 20 كيلوغرام من الكيف المعالج، توقيف 3 أشخاص وحجز سيارتين سياحيتين مبلغ مالي من العملة الوطنية مقدر ب 35,000 دينار جزائري، ميزان إلكتروني، 5 هواتف نقالة، قاطعان حديديان. فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً. أثناء قيام أفراد فصيلة طريق السيار شرق غرب بغليزان بخدمة شرطة المرور على مستوى السد الثابت بطريق السيار شرق غرب بإقليم بلدية وادرهيو، لفت انتباههم سيارة سياحية تبدو على ملامح سائقها مظاهر الارتباك والخوف. بعد توقيفه ومراقبة الوثائق الإدارية للمركبة وتفتيشها تفتيشا دقيقا باستعمال الثنائي السيني التقني، تم العثور تحت بساط الأرجل بالجهة الأمامية للمركبة على أكثر من 3 كيلوغرام من المخدرات صلبة من المحتمل أن تكون كوكايين، و20 كيلوغرام من الكيف المعالج. على إثرها تم توقيف المعني واقتياده رفقة المحجوزات إلى مقر فصيلة الأبحاث لمواصلة التحقيق. بعد استعمال الكشف السريع للكوكايين والكراك وإرسال عينة إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي، كانت النتيجة إيجابية. بعد التعمق في التحقيق واستيفاء جميع الإجراءات القانونية وتمديد الاختصاص إلى عدة ولايات من الوطن، مكنت العملية من تفكيك شبكة دولية مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة يمتد نشاطها عبر كامل ولايات الوطن. أسفرت العملية عن حجز 3 كيلوغرام من المخدرات الصلبة كوكايين، 20 كيلوغرام من الكيف المعالج، توقيف 3 أشخاص وحجز سيارتين سياحيتين مبلغ مالي من العملة الوطنية مقدر ب 35,000 دينار جزائري، ميزان إلكتروني، 5 هواتف نقالة، قاطعان حديديان. فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً.